اهلا بحضراتكم من جديد. موعدنا الان في استوديو ابطال مع كره السله. مباراه كره السله رجال ما بين الاهلي وسموحه في الدور الثاني في الدور التمهيدي في دوري السوبر. المباراه ستقام الساعه 8:30، يعني تقريبا حوالي 45 دقيقه او 40 دقيقه من الان، على صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره. وبالمناسبه المباراه في الدور الاول انتهت بفوز سموحه، اذا المباراه مهمه جدا للنادي الاهلي. في البدايه طبعا برحب بضيوفي، برحب بالكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر الحالي وعضو لجنه انتقاء المواهب بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. الله يخليك، شكرا المقدمه دي. وزي ما قلنا المره اللي فاتت برضك ان يعني احنا بنشكر القناه وبنشكرك على تغطيتك لكميه الالعاب، العاب الصالات واحداثها وفعالياتها بهذه الصوره المشرفه. العفو يا كابتن، وحضراتكم الابطال واحنا هنا عشان حضراتكم يا كابتن. الله يخليك. بنرحب بكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم كره السله المصريه مش بس الاهلاويه وهداف لوس انجلوس 1984 على الامريكان نفسهم. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك كابتن هيثم، واحنا وجودنا هنا شرف يعني عايز اقول ان القناه تطورت وان الاستوديو الابطال بالذات وعلى ابطال الصالات مسمع وانت يعني اعلامي مميز وربنا يوفقك ان شاء الله. انا خليك يا كابتن، حضراتكم الابطال واحنا هنا عشان يعني نبرز مجهودك يا كابتن سلعاوي. نرجع للمباراه واهميتها، مباراه صعبه كابتن سلعاوي. مباراه صعبه، واعتقد ان هي بالنسبه تمثل لينا كرد اعتبار طبعا، لان احنا المفروض الوضع الطبيعي ان احنا احسن بكتير، لكن الظروف اللي حصلت في المباراه اللي فاتت كانت ظروف غير طبيعيه وظروف خارجه عن اراده، وكان في كم اصابات كبير، فخسرنا المباراه الاولى في اسكندريه. لكن اعتقد المباراه دي مهمه وصعبه، احنا عايزين مش بس ان شاء الله نكسب، احنا عايزين اداء يرضي الجمهور ويرضي نفس اللعيبه ويرضي الجهاز الفني على تعبه وعلى فيها. اكيد يا كابتن. اكيد. وكابتن طاهر يمكن انا مش هنسى توقعات حضرتك ان انت في الاستوديو اللي فات لما كانت مباراه طلاء الجيش، وحضرتك توقعت ان الاداء هيتحسن من المباراه الاخرى، وده اللي حصل الحقيقه. وحضرتك برضو منتظر المزيد من التحسن، بس النهارده مباراه اكيد صعبه، راي حضرتك ايه؟ انا رايي ان فعلا التطور ده حدث وبيحدث كمان يعني بصوره تدريجيه، يعني اعتقد ان هيبقى الاداء النهارده احسن من المباراه اللي هي كانت السابقه، مباراه الجزيره. كانت الجزيره، ما هو كان المفروض ماتش الزمالك ولم يتم. دي المباراه دي يا كابتن، دي المباراه اللي تعتبر اخر مباراه نادي الاهلي لعبها فعليا، اللي كانت مباراه طلاء الجيش، وحضراتكم كنتم مشرفينا في الاستوديو. اتفضل يا كابتن. وعلى هذا الاساس انا اعتقد ان النهارده هيبقى يعني مش عايز اقول ان هو مباراه مضمونه جدا، انما لو لعبوا بروح النادي الاهلي اكيد هيبقى الفرق مش قليل. يمكن يا كابتن فاضل لنا جوله واحده هي سبورتنج يوم الاثنين ان شاء الله، يعني هي دي الجوله قبل الاخيره ودي الجوله الاخيره، وبعد كده هنخش على الادوار. لسه الاتحاد انا اسف ماتش. جولتين وبعد كده هيبقى ايه، نخش على الادوار الاقصائيه. شايف دول كافيين ان احنا نرجع تاني الانسجام اللي غاب نتيجه الاصابات يا كابتن؟ وده يمكن قلناه المره اللي فاتت ان الدور الثاني دوت كفيل بان هم يعالجوا كل المشاكل والاخطاء. صحيح. من اولها طبعا الاصابات، دلوقتي ابتدوا يرجعوا او شبه مكتمله الموضوع بالنسبه للعيبه الاساسيه، اعتقد ان هم كلهم موجودين دلوقتي، وان شاء الله باذن الله يقدموا ماتش كويس قوي الماتش ده. وكمان نذكر الارض، الارض طبعًا بتلعب طبعًا مع صاحبها طبعا. انت رغم ان انت دلوقتي هيبقى في تشديد ان عدم وجود جمهور طبعًا، انما برضك ان الارض العب عليها بتبقى بتاعتي، دي بتمرن عليها كل يوم، بتبقى طبعًا ميزه طبعًا. ميزه. فان شاء الله هيبقى ماتش حلو ولصالح الاهلي ان شاء الله. كابتن طاهر، كابتن سلاوي، لحضرتك دايما ابدا عندك الكواليس. طبعا الحمد لله بشكل كبير اصابات كتير رجعت تاني لارض الملعب. طمنا على الفريق بشكل عام من ناحيه الاصابات. بشكل عام من ناحيه الاصابات اعتقد ان الحمد لله بدات نسب كبيره ترجع الى المباريات. ما فيش الا محمد مصطفى مودي عنده مزق كان في ظهره وبدا التمرين،
احمد السلاوي جاله انكل امبارح جاله سبرين انكل امبارح بس ان شاء الله، بس هو بدا يتمرن امبارح كان بيتمرن هو ظروف غير طبيعيه. كنت في النادي امبارح وعرفت انه جاله سبرين انكل فيمكن مش محظوظ. الجمال بدا يرجع تاني، رجع تاني وان شاء الله احتمال ممكن نشوفه النهارده اذا الجهاز الطبي شاف ان كده. احمد السلاوي خلاص الحمد لله فتره التاهيل، واعتقد ان شاء الله تمام الحمد لله، واعتقد ان شاء الله هينضم للفرقه من يوم الاحد ان شاء الله. تمرين جماعي ان شاء الله، تمرين جماعي يعني هو بيتمرن دلوقتي لوحده كابتن سلام؟ بيتمرن لوحده وان شاء الله هيتمرن جماعي مع الفرقه يوم الاحد ان شاء الله. مع الاصابات ما فيش يعني اعتقد حاجه، وان شاء الله كل ما نامله لو الفرقه اكتملت هيتغير الشكل، هيتغير يعني الناس هتحس ان عندنا فرقه جامده، فرقه بتنافس، فرقه يعني ان شاء الله اتحطت على الخط السليم بالنسبه للبطولات. كابتن، ما المطلوب النهارده من جهاز الفني النادي الاهلي انه يعني يلعب بيه او يعتمد عليه في ماتش سموحه، خاصه ان محترف سموحه جيد جدا؟ انا شايف ان المحترف بتاعنا احسن محترف يعتبر في الدوري المصري بالنسبه للموسم ده، وشايف ان الناس بتقدر تقول ان فرقه الاهلي فرقه جامده جدا وفرقه معطوفة. فانا كل ما نتمناه ان الفرقه ترجع وترجع بسرعه عشان نثبت للناس ان احنا فرقه قويه، وان فرقه النادي الاهلي ومجلس ادارته والنشاط الرياضي لم يتدخل جهدا في ان هو عمل فرقه كويسه، وفرقه فعلا بعد المنافسات الداخليه ان شاء الله نتجه للمنافسات الخارجيه سواء بطوله عربيه او بطوله افريقيه، واحنا فرقتنا كامله وما اعتقدش هيمر ظروف اصابات بالشكل دي بالشكل تاني. ولكن الولاد بيتمرنوا معاهم جهاز فني على اعلى مستوى بقياده الكابتن اشرف وكابتن سيد والجرحي، واعتقد ان الايام دي احنا كمتابعين انا او الكابتن طاهر شايفين ان الفرقه بدات في انسجام، تستعيد عافيتها وفي انسجام بينهم طبعا، لانه كانوا برضو في ناس داخله السنه اللي فاتت وناس داخله في اول السنه وناس داخله في يناير. صحيح. فالانسجام صحيح. بدا يعود، واعتقد ان الجهاز الفني عندنا قادر على اخراج احسن ما لديهم. اكيد كابتن طاهر، يمكن اجي لحضرتك. سموحه تمتلك محترف جيد، والحقيقه هيكون علينا النهارده عبء جديد جدا في الدفاع عليه، خاصه ان هو مش بس بيحط سكور، لا وبيشغل الفرقه بتاعته. شايف ازاي يا كابتن الدفاع عليه؟ انا شفته الصراحه المحترف في ماتش سموحه اللي اتعمل في اسكندريه، بس سوري ما كانش في الكوارتر الاولاني والثاني موفق. اما في الكوارتر الثالث والرابع فابتدى يعني يبان ان هو خامة او لعيب كويس. وكمان يعني كانت عندنا مشكله في الديفنس احنا في الاهلي، فساعدته على ان هو يبان او يظهر يبان. انما عموما المحترف اليكس اعتقد ان هو مستواه فارق كتير عن اي محترف موجود في بقيه الانديه. طب ده يتلعب عليه يا كابتن، راي حضرتك مان تو مان، عندنا مين بيقدر يدافع عليه؟ يعني انا بقى هروح بالتفصيل طبعا للقوائم والكلام ده، بس انا بتكلم عن المحترف ليه؟ لانه يعني مزعج هو الحقيقه. وهل عندنا يعني هل عندنا حد يقدر يدافع عليه؟ يعني مثلا ابو النصر مين تاني غير ابو النصر مثلا نقدر نتناوب عليه؟ المفروض ان عمرو الجندي برضك ممكن يدافع يقدر عليه. بس احنا بنخاف عمرو الجندي في حته، عمرو الجندي يمكن سريع الفاولات شويه كده، يعني عمرو الجندي من اللعيبه الحماسي بزياده، فممكن يندفع في فاول في اثنين فبيبقى فيها مخاطره لو عمرو الجندي دافع. يعني بتهيألي يعني ممكن يبقى ساعات، انا اللي شفته يعني ممكن، هل ممكن يدفع كابتن اشرف توفيق النهارده بعمرو زهران مثلا في اول مباراه، يمسك المحترف شويه ده شيء وارد طبعا. هو اصلا اشرف بيدي للناشئين فرص ان هي تبدا المباراه، وفرص ان هي تثبت وجودها، واكتر من اللعيبه عندنا. واحنا قلت لك ان قطاع الناشئين عندنا في ذخيره جامده جدا من اللعيبه المميزه. صحيح. وهو في اثنين اصلا، في عمرو زهران وفي محمود وليد فعلا. الاثنين ديفنسهم يعني غلس جدا، لسه شباب وبقى في يعني الفيتنس بتاعهم يسمح لهم ان هم حتى لو عمل معاه فاول او اثنين مفيش مشكله، ما هيبقى في بديل يعني. بس كابتن دايما ابدا، وحضرتك طبعا استاذنا كابتن طاهر وكل اللي في الملعب دول ثلاث ارباعهم ولادك، انه الدفاع على اللاعب ليس دفاع فردي،
يعني لا لازم يعني مساعدات. يعني هو ده اللي حصل بقى في ماتش سموحه، ان كان الهلب قليل شويه او ما كانش كما يجب، مما ادى ان بقت المساله يعني بتبقى ايه 1 اون 1 وبعدين 1 اون 1 خلاص هيكون اكيد. يعني واحد بمهارات المحترف بتاعهم هيوصل للمربع عادي جدا، يوصل مربع بكل سهوله. و فلازم يبقى في مساعدات من الفرقه بشكل لا يخل ان انا ما فضيش حد، يعني ما اسيبش ماني واعمل اوفر هيلب. واكيد يعني كابتن اشرف والجهاز الفني يعني في سبيله ان هو عالج الحاجات دي. صحيح. وطبعا بيبقى في طريقه معينه في الهلب في المان وفي الزون، يعني مش صحيح عنده حلول كتير. وكوتش اشرف معروف عنه الاهتمام بالدفاع. بس خليني اذكر الساده المشاهدين اللي مش هيقدر يتفرج علينا عبر شاشه قناه النادي الاهلي، المباراه في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على يوتيوب شانل الاهلي تي في. يا ريت حضراتكم تابعونا، اكيد المباراه هيبقى فيها كتير جدا. كابتن سلاوي اجي لحضرتك. طيب خليني قبل ما اجي لحضرتك يعني قبل ما اجي لحضرتك في التفصيل الفني اكتر، خلينا نروح لارض الملعب لزملائي العزيزين بقى كريم احمد وسلا حامد وينقلوا لنا الاجواء. اتفضل يا كريم. الى الزميلين كريم احمد وسلا حامد، قدموا لنا طبعا الاجواء وقولوا لنا الوضع ايه. اتفضل يا كريم. اكيد بسلا حامد طبعا زميلتي العزيزه طبعا هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اجواء خاصه اكيد يا كابتن هيثم وتغطيه خاصه لمباراه الاهلي طبعا وسموحه لكره السله، مباراه غايه في الاهميه، ليها تحضير كبير وتركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، امور كثيره جدا وامور عديده هنتكلم معاك فيها كابتن هيثم طبعا. واكيد زميلتنا سلا هتتكلم معاك وعندها اخبار كثيره بالنسبه للاصابات والغيابات. سلا عندك ايه للاصابات والغيابات؟ عايزين نتكلم جمهور النادي الاهلي ونطمن كل جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي استعد لهذه المباراه ازاي؟ بشكرك طبعا جدا يا كريم، وبرحب بيك طبعا يا كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام في الاستوديو كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني طبعا زي ما قال زميلي كريم فعلا يا كابتن هيثم احنا حاليا متواجدين داخل صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي عشان ننقل لكم كل الامور والاجواء هنا قبل بدايه وانطلاق مباراه الاهلي وسموحه في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني في البدايه كريم اكلمك عن يعني رجوع لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا مصابين في الفتره الماضيه وطبعا اللي ما كانوش متواجدين مع الفريق في المباريات. يمكن النهارده ابراهيم الجمال واحد طبعا من نجوم فريق النادي الاهلي طبعاً. هيكون متواجد في قائمه المباراه اليوم بعد ما كان تعرض لالتهابات في باطن القدم وكان يعني بتاهل لمده اسبوع. الحمد لله هيكون متواجد النهارده بشكل كبير في قائمه المباراه. كمان احمد حمدي واللي كان يعني بيعاني من مزق في السمانه هيكون النهارده متواجد ايضا في قائمه المباراه. كمان ايهاب امين طبعا يعني واحد من العناصر الاساسيه اللي دايما بيكون متواجد في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي. يمكن شفنا كلنا يعني الاصابه اللي تعرض لها طبعا يعني في مباراه الاتحاد السكندري بكسر بسيط في الاصبع اليمين، اصبع صغير ليده اليسرى، يمكن النهارده هيكون متواجد. وكمان يعني شفناه في مباراه الجزيره المباراه الماضيه طبعا يا كابتن هيثم، كلنا شفنا المباراه دي كان في ملعب المباراه وكان مع اللعيبه وهو لابس ماسك طبعا عشان الاصابه اللي تعرض لها في الانف، الاصابه اللي تعرض لها مع معسكر منتخب مصر لكره السله اثناء تواجده في تونس في تصفيات طبعا بطوله امم افريقيا. كمان خليني اقول لك يا زميلي كريم واقول طبعا لكابتن هيثم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي انه النهارده هيغيب اثنين من لعيبه النادي الاهلي عن قائمه المباراه. يعني زي ما اتكلمنا عن رجوع لعيبه النادي الاهلي لقائمه المباراه اليوم، كمان النهارده هنتكلم عن استمرار الغيابات زي طبعا كابتن احمد سلعاوي واللي طبعا كلنا عارفين ان هو مصاب، وكمان النهارده محمد مصطفى مودي. يمكن محمد مصطفى مودي كان يعني تعرض ل مزق في عضلات الظهر يعني الفترة الماضية، ولكن تعرض فعلا كريم زي ما انت قلت بمزق في الكاحل اثناء تواجده طبعا مع الفريق في التمرين امبارح. تمرين كان هنا يعني يمكن كان في تمام الساعة 6 مساء على نفس الصالة، صالة أمير عبد الله الفيصل. هيكون قدامه اسبوع ان شاء الله ويرجع مره اخرى مع الفريق ان شاء الله. هيرجع يعني على مباراه الاتحاد السكندري في بطوله الدوري السوبر للرجال. يمكن دي يا كريم اصابات والغيابات اللي موجوده في صفوف الفريق لنادي الاهلي في مباراه اليوم مباراه سموحه. خليني برضه اروح معاك ل ملعب المباراه اليوم. يعني يمكن زي ما احنا شايفين النهارده تجهيزات الملعب التامين كمان الاجراءات الاحترازيه يمكن ده كل اللي احنا شايفينه، لان المباراه طبعا يعني سموحه من المباريات اللي هيكون
مهتم بيها طبعا الجميع، وان هم يشوفوا ازاي الجمهور هل هيكون متواجد ولا لا طبعا طبقا للائحه للاتحاد المصري لكره السله. بالتاكيد طبعا يعني بتكلم طبعا يا كابتن عيسى، زي ما سالا قالت يمكن عايز اتكلم على نقطتين مهمين جدا، وهي الخاصه طبعا بالتامين وايضا كمان حاله الملعب وحاله الصاله، لان احنا عارفين طبعا وطبقا للقرار الصادر من الاتحاد المصري لكره السله بيوم 21 من الشهر الماضي بعدم وجود جماهير. الحقيقه مجهود كبير جدا هنا في صاله الامير عبد الله الفيصل، وزي ما انت شايفه يا سالا يمكن كل كمان جمهور النادي الاهلي يشوف التامين على اعلى مستوى هنا، سواء مع وزاره الداخليه وايضا كمان مع تامين امن النادي الاهلي. يمكن متواجد يا كابتن عيسى بالنسبه للحضور متواجد زميلتي سالا استاذ ابراهيم القفراوي طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي برفقه الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، ايضا كمان الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي، والعميد علاء صلاح مدير الامن ونائب مدير المقر. كل الحضور مقتصر فقط يا كابتن هيثم كالعاده طبعا على مجلس الاداره ومدير النشاط الرياضي. زي ما انت شايفه في الخلفيه يا كابتن هيثم طبعا زي زميلتي سلا فريقين دلوقتي بيجروا عمليات الاحماء، كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب، وعايزين من خلالك يا كابتن هيثم وايضا كمان من خلال زميلتي سلا نقول للكابتن طارق الغنام الحقيقه يعني ترجع لنا بالف سلامه، واحد من رموز النادي الاهلي الحقيقه طبعا اصيب بفيروس كورونا يا سلا، ويا رب ان شاء الله يكون متواجد دوره كبير بقيمته الكبيره مع فريق النادي الاهلي. لكن زي ما زميلتي سلا قالت وزي ما احنا بناكد كل مره، شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء والاصرار الكبير والحقيقه اللي بيقوم بيه كابتن اشرف توفيق مع الكابتن الجرحي ان شاء الله باذن الله، لان المباراه دي انت عارف يا كابتن هيثم احنا تعثرنا في المباراه الاخيره، احنا يمكن كنا مغلوبين يا سلا في مباراه السموحه الاخيره، فيا رب ان شاء الله تكون الدوافع كبيره النهارده لفريق النادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات من الجوله الثامنه يا كابتن هيثم للجوله 11، الحمد لله محققين انتصارات بشكل كبير، فيا رب ان شاء الله يا سلا يا رب يا كابتن هيثم النهارده يكون كمان المباراه من نصيب النادي الاهلي. يا رب فعلا يا كريم، زي ما انت قلت النهارده يعني يمكن المباراه فعلا بتقام وبتختصر بس على وجود افراد من مجلس اداره النادي الاهلي وكمان مدير النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر. ان شاء الله يعني النهارده لاعبي النادي الاهلي زي من شويه كره الطايره فرحونا وفازوا على نادي بتروجيت بثلاث اشواط مقابل لا شيء، ان شاء الله النهارده رجال السله يفرحونا ويفوزوا على نادي سموحه ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. بشكرك جدا زميلي كريم، وطبعا بشكرك جدا يا كابتن هيثم، ومستمرين معاك يعني في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، لقاءات كمان قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم. العوده مره اخرى ليك في الاستوديو ولكل ضيوفك الكرام. زميلي العزيزين طبعا كريم احمد وسلا حامد، بشكركم شكرا جزيلا ليكم. الحقيقه زي ما حضراتكم شفتوا طبعا كنا من ارض الملعب، التامين انا عايز اتكلم على التامين. طبعا الصاله فاضيه تماما من وجود اي جماهير او حتى اعضاء الجمعيه العموميه، وده كان التزام النادي الاهلي من يوم 21 مارس الحقيقه في تطبيق اللائحه اللي اكد عليها اتحاد السله في خطاب رسمي لكل الانديه، وشايفين وجود تواجد او وجود امن النادي بشكل كبير جدا، اللي هو من مسؤوليته الاساسيه هي تامين الملعب من الداخل. يمكن طبعا بالتعاون مع وزاره الداخليه اكيد بتقوم بدور كبير جدا في التامين من الخارج، ولكن هو ده النادي الاهلي التزام باللوائح والقوانين. خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا تغطيتنا المستمر لمباراة كرة السلة الأهلي وسموحة، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في تغطيتنا المستمرة لمباراة كرة السلة الأهلي وسموحة من صالة الأمير عبد الله الفيصل في تمام الساعة 8:30 تماما بإذن الله. كابتن سلاوي أجل حضرتك، يمكن المباراة بتبقى دفاعية، والمباريات الكبيرة دي اللي بيبقى فيها يعني زي ما نقول هيبقى ماشي فيها باسكت لازم انت كمدير فني بتدور على الدفاع. شايف مين في النادي الاهلي المجموعه المتجانسه اللي تقدر في اول 10 دقائق تديك دفاع قوي؟ بس معلش انا هخرج من الموضوع ثانيه واحده، احنا برضو يعني انا وكابتن طاهر رجب بنتمنى الشفاء العاجل لطارق الغنام ويعود في احسن وافضل حاله، وان هو طبعا مجهوده كان باين ومؤثر بالنسبه للفرقه بصراحه. نرجع لسؤال حضرتك ونقول ان هناك اكتر من لاعب، في ناشئين كويسين جدا زي ما الكابتن طاهر قال، اللي هو الولد محمود وليد والولد علاء زهران، وفي وممكن يكون مؤمن طارق خيري معاهم، لكن من الناس اللي بتعمل دفاع كويس جدا جدا في المجموعه اللي موجوده دي، في اكتر برضو من اللاعب يقدر يهاب امين دفاعه كويس، الجمال دفاعه كويس، الجرح مودي دفاعه مهيب، عندنا ابو النصر برضو من الناس اللي بتعمل دفاع كويس، عمرو الجندي دفاعه كويس جدا. بس هاب امين يا كابتن انا شايف انه من اللعيبه القليلين اللي بيدافعوا هجوم يعني ودفاعه يعني كمان اقوى من هجومه، بس احنا بنبص للحته اللي هي فيها انه بيعرف بيحط باسكت، عشان كده الايفالويشن بتاعه بيبقى عالي.
فهو بيعمل مجهود جامد جدا في ديفنس، يعني ممكن يكون رايح حاطط سلم وراجع قاطع هو اللي قاطع الكوره. فهو من اقوى الناس الموجوده بسم الله ما شاء الله عليه يعني، وربنا يحميه في مصر في الحته دي. صحيح يا كابتن. طب استاذنك يا كابتن خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من ارض الملعب ولقاء مهم مع العميد علاء صلاح الدين مدير امن فرع الجزيره ونائب مدير او نائب مدير المقر. اتفضل يا كريم. بجد التحيه ليك من جديد يا كابتن هيثم، طبعا وبرحب بيكم بكل نجوم الاستوديو التحليلي اللي اكيد طبعا بيتمنوا كل التوفيق، وبنتمنى النهارده ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا معايا طبعا العميد علاء صلاح مدير امن النادي الاهلي ونائب مدير المقر، والحقيقه اللي بيقوم بدور كبير جدا. انا قبل اي شيء بقى علاء بيه طبعا تحيات للكابتن هيثم وتحيات ضيوفه، وكل سنه وانت طيب، عيد ميلادك النهارده، عيد ميلاد يمكن العميد علاء النهارده بنقول له كل سنه طيب، شخصيه مش شخصيه رائعه جدا، وبرحب بيك كل سنه طيب علاء بيه. انت بالصحه والسلامه، متشكر جدا على التهنئه الجميله ديت، ومفاجاه سعيده بصراحه. متشكر جدا. مجهود كبير علاء بيه طبعا عايزين نتكلم عليه طبعا بالنسبه للمباراه وتحديدا لمباراه اليوم. انت عارف يمكن الايام الماضيه شهدت امور عديده جدا في المباراه الاخيره بين الاهلي والزمالك، لكن الحقيقه النهارده المعتاد علينا اي مباراه بتكون داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره او اي مقر، التامين بيبقى كده، وجود جمهور مش وجود جمهور التامين بيبقى كده، لكن الحاله النهارده عايزين نتكلم عليها التنسيق مع وزاره الداخليه. حطينا في كل الامور دي علاء بيه. بص والله يعني احنا ما بنعملش حاجه جديده، النادي الاهلي معروف بتنظيمه، معروف باجراءاته، في لوائح بنطبقها، ما يعني احنا ما عملناش حاجه جديده. يعني النهارده الناس بتقول النهارده عشان في ماتش ومش عارف ايه والاحداث اللي حصلت، انا اسف، لا هو ده نظام النادي الاهلي. اللي بيخش المدرج سواء دلوقتي او في اي مكان بيبقى معروف داخل يعمل ايه. النهارده ما عنديش حد هيخش بزياده غير اللائحه بتقوله، فهو ده الطبيعي اللي احنا بنعمله. يعني احنا ما عملناش حاجه جديده، يعني هو ده نظامنا وده اللي بنطبقه. انت لو بصيت دلوقتي على المدرجات هتلاقي الاعلام، القنوات اللي بتذيع، استاذ اعضاء مجلس الاداره والنشاط الرياضي، ما فيش حد زياده. هندخل زياده ليه؟ لما بيسمح بدخول بجمهور بيبقى في اعداد محدده بندخلها، هو ده النظام بتاعنا والحمد لله. يعني النهارده لو في مثلا 30 40 واحد موجودين مسموح بيهم، لو اتسمح هندخل، ما فيش خلاص شكرا. كمان انا شايف التوزيع والخطه الامنيه يمكن رغم ما فيش جمهور لكن العدد كبير برضه على بيه، ده مستمر معاك في الصاله المغطاه تحديدا حتى لو ما فيش جمهور؟ بص يا فندم، هو دلوقتي انا عندي بوابات للصاله، البوابات ديت بتبقى عليها افراد امن ومفتوحه، ما ينفعش اقفل من النواحي الامنيه ان بتبقى بوابات مقفوله بمفتاح، لا في بتاع امن واقف ما بيدخلش حد. لينا توزيعه ثابته على البوابات في ارض الملعب، على اوض اللبس، في كل مكان لينا خطه امنيه بتبقى محطوطه سواء الماتش موجود بجمهور او من غير الجمهور. فدوت يعني انا عايز اوصل لك معلومه وهفضل اكررها وممكن الناس تزهق منها، هو ده نظامنا، احنا ما بنعملش حاجه جديده، هو ده نظامنا. لو دلوقتي بص يعني طبعا مش هقول لك خد الكاميرا ولف على البوابات هتلاقي افراد الامن موجودين، البوابات مفتوحه وكل حاجه تمام، مش هيسمح غير بالناس اللي مسموح لها تبقى متواجده داخل صاله النادي الاهلي. تمنياتك ايه النهارده بقى لعيبه الباسكت؟ النهارده مباراه صعبه على بيه بقى، بعيدا بقى عن الامن، شايف المباراه النهارده ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ بص انا تمنياتي للنادي الاهلي في اي حته في اي مكان المكسب. احنا تعودنا على كده، انا الحمد لله كان ليا الشرف ان انا لعيب هاندبول نواه في النادي الاهلي، فتعلمنا وتربينا كده، احنا ما بنفكرش غير في مكسب. باسكت، طايره، الحمد لله لسه الطايره كسبانه، الهاندبول البنات ببارك لهم طبعا لان دي لعبتي فانا لازم ابارك لهم. فهو ده نظام كوره، اي لعبه احنا النادي الاهلي بيلعب على بطوله، اي ماتش بنلعب على مكسب. متشكرين جدا، شكرا شكرا. بنشكر اكيد طبعا العميد علاء صلاح مدير امن للنادي الاهلي ونائب مدير المقر، وزي ما اكدت لك يا كابتن هيثم والعميد علاء اكد الحقيقه هو ده نظام النادي الاهلي، وجود جمهور، عدم وجود جمهور، تعليمات محدده، الالتزام محدد. يمكن كمان في نقل المباراه هيبان يا كابتن هيثم مفيش فرد متواجد في المدرج، كل الافراد اللي متواجده في المدرجات هي افراد الامن الخاصه بمقر النادي الاهلي بالجزيره. مش جديده على النادي الاهلي ان تخرج مباراه او تبان مباراه بهذا الشكل، لكن الاهم ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق لاعبتنا النهارده. مباراه صعبه يا كابتن هيثم، انت عارف صعوبه المباراه النهارده، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله بالروح الكبيره وبالتحضير الجيد والرائع جدا من الكابتن اشرف توفيق المدير الفني مع الكابتن سيد مصطفى مع الكابتن احمد الجرحي، ان شاء الله باذن الله يكون ليها مردود كبير النهارده في هذه المباراه. عاود لك من جديد الكابتن هيثم السعيد. الزميل كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا ليك، لقاء مهم مع طبعا العميد علاء صلاح الدين. كابتن طاهر، يمكن يعني الامن متسيطر عليه في الصاله، ما فيش حد جوه الصاله، مش مسموح له يبقى موجود. لا، ده زي ما قال سيادة العميد علاء ان دي الترتيبات بتاعت النادي الاهلي، سواء في قرار
او سواء في جمهور او ما فيش جمهور، هو ده اسلوب الامن والاداره في النادي، ان بتطبق اللوائح والنظم اللي بتتحط من قبل الاتحاد او من قبل مجلس اداره بتاعنا، انه التعليمات تقول كده يبقى لازم يتعمل كده. ما اقدرش يعني مثلا حد يخش مهما كان اسمه، مهما كان اسمه مش مصرح ليه يخش، مش هيخش، مش هيخش عشان خاطر دي اللائحه ودي النظام. صحيح، هو ده النادي الاهلي ويطبق على الجميع. خلينا يا كابتن استاذنك ونروح لارض الملعب وزميلتنا سالة حامد ولقاء مهم مع الدكتور احمد عادل طبيب الفريق عشان نطمن من المصابين وعوده المصابين ايضا. اليك الكلمه سالة. من جديد برحب بك يا كابتن هيثم وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت لحضرتك يا كابتن هيثم، معانا لقاءات قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم، مباراه الاهلي وسموحه. معي في هذه اللحظات دكتور فريق النادي الاهلي لكره السله الدكتور احمد عادل، برحب بك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك دكتور احمد. عايزك في البدايه طبعا تطمني عن الاصابات والغيابات اللي طبعا موجوده في صفوف الفريق. مين النهارده هيكون موجود في القائمه طبعا بعد رجوعه من الاصابه، ومين النهارده هيغيب عن مباراه اليوم؟ احنا النهارده الحمد لله الفريق كله موجود ما عدا محمد مصطفى واحمد سلعاوي. احمد سلعاوي لسه بيعمل تاهيل في الجيم، والفتره الجايه ان شاء الله يبقى بيتمرن مع الفريق وهيبتدي مع الفريق يعني قريب ماتشات على اول رمضان كده. يمكن بنشوف النهارده في الملعب وفي قائمه الفريق رجوع احمد حمدي وابراهيم الجمال بعد ما كانوا بيعانوا من اصابه الفتره الماضيه. هما يعني العشر ايام اللي فاتوا كانوا بيعملوا تاهيل، والحمد لله هم يعني احمد حمدي وابراهيم الجمال وايهاب بعد موضوع صباعه خلاص انتظموا مع الفريق وان شاء الله يشاركوا النهارده. عايز تكلمني اكتر بتفاصيل عن اصابه محمد مصطفى مودي. يمكن كان ليه حديث معاك قبل بدايه المباراه اليوم وقلت لي انه كان انصاب امبارح في التمرين اثناء وجوده يعني في التمرين اللي كان امبارح يعني موجود هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل. هو محمد مصطفى كان عنده مزق في ظهره وخلاص انتظم مع الفريق مثلا من اسبوع بدا يتمرن، بس هو للاسف امبارح في التمرين جاله التواء في الكاحل، فهو لسه هيقعد فتره علاج طبيعي ان شاء الله يبقى معانا في ماتش الاتحاد ان شاء الله. دكتور احمد، هل في ما بينك وما بين مخطط الاحمال يعني في زي اتفاق، في تفاهم ما بينك وما بينه عشان تقدروا يعني ترجعوا اكتر اللعيبه لحالتهم البدنيه يعني اللي يقدروا يلعبوا بيها المباريات؟ طبعا يعني مش مخطط الاحمال وبس، يعني انا والجهاز الفني واخصائي العلاج الطبيعي والمساج والاعداد البدني، لانه كل ده يعني هي تيم ورك، فلو واحد بيعمل حاجه التاني مش متابعها فمش اللعب مش هيرجع بسرعه. فاحنا زي ما قلنا قبل كده احنا بنحاول ان احنا نتفادى الاصابات، بس خلاص طالما الاصابه حصلت احنا شغلنا ان احنا نرجع اللعيب بسرعه عشان برضو يبقى الجهاز الفني مستريح وهو شايف 15 لاعب قدامه فيعرف ينقي ال 12 اللي هيدخلهم السكور والثلاثة اللي بره، فما يبقاش مزنوق ان لا هو قداموش غير 12 او قداموش غير 10 ويجيب اثنين من الناشئين. فان شاء الله كمان محمد مصطفى يبقى معانا الفترة الجاية هو سلعاوي ويبقى الفريق كله كامل وان شاء الله ما يبقاش فيه اصابات تانية. دكتور احمد، عايزك تطمني اكتر عن حاله لاعبي النادي الاهلي في صفوف طبعا الفريق. عايز اعرف هل في لعيبه بتعاني مثلا من اصابه بسيطه ممكن تمنعهم عن المشاركه في المباريات ام لا؟ لا، احنا دلوقتي ما عندناش حاجات بسيطه الحمد لله، يعني برضو لو حد عنده اي اصابه حتى لو بسيطه مشاركته هتؤدي ان هي تتفاقم ويبقى في مشكله بعد كده. ما احنا الخسرانين برضو في الاخر ان هو هيقعد مثلا اسبوعين ثلاث اسابيع مش مع الفريق، فاحنا يعني ما فيش حد بندوس عليه ان هو يلعب، لا هو اي حد عنده اصابه فهو عنده اصابه بيريح ويتعالج وبعدين يرجع، لكن غير كده الفريق كله كويس ما فيش مشكله. قبل ما اختم معاك يا دكتور احمد، عايزك تطمني بقى عن حاله كابتن طارق الغنام طبعا بعد ما اعلن عن اصابته بفيروس كورونا. احنا عندنا مش كابتن طارق بس، احنا عندنا اثنين في الجهاز عندهم كورونا دلوقتي، دكتور هيثم اخصائي العلاج الطبيعي وكابتن طارق الغنام. بس دكتور هيثم ان شاء الله هنعمل له مسحه يوم 4 وان شاء الله لو طلعت سلبيه يبقى معانا في الماتش بتاع سبورتنج. وكابتن طارق لسه من ثلاث ايام بعد اليوم بتاع ماتش الزمالك، فهو حالته مستقره وان شاء الله يعني ياخد فتره العزل بتاعته والعلاج ويعني 10 ايام كده ويبقى معانا ان شاء الله. بشكرك جدا يا طبعا يا دكتور احمد، وان شاء الله يعني كل لاعبي النادي الاهلي يرجعوا بالسلامه من الاصابه وكل يكون متواجد في قائمه الفريق ان شاء الله. ان شاء الله.
كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع الدكتور احمد عادل طبيب فريق النادي الاهلي لكره السله، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمة ليك يا كابتن هيثم، تفضل. زميلاتي العزيزه سلا حامد، بشكرك شكرا جزيلا ليكي. يمكن احنا دايما حريصين في كل الماتشات ان احنا نجيب الدكتور، لان الحقيقه هو اكتر صداع كان في دماغ اللعيبه والفتره اللي فاتت هي الاصابات. فالحقيقه ان شاء الله احنا ده هدفنا، ان احنا دايما نبقى متابعين وعاملين فولو اب كويس قوي للاصابات جمهور النادي الاهلي دائما ابدا عن الفرقه. خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل تغطياتنا لماتش الاهلي وسموحه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنكمل تغطياتنا المستمره لمباراه كره السله الاهلي وسموحه من صاله الامير عبد الله الفيصل. دقايق وان شاء الله هنروح لارض الملعب لنقل احداث المباراه على الهواء مباشره. كابتن سلعاوي، توقعات حضرتك للمباراة بشكل يعني واضح ان الكل عامل حساب هذه المباراة. هي مباراة مهمة ولازم احنا نعمل حسابها، ولازم نحترم الخصم، ولازم احنا نفرض سيطرتنا على المباراة واسلوب لعبنا حتى نتمكن من السيطرة على الجيم من اوله لاخره. توقعاتك يا كابتن شريف صدقني؟ ان شاء الله ان احنا هنكسب باذن الله، لان احنا دفاع يبقى يعني لازم الدفاع يبقى قوي جيد، لازم نلم الكورة، لازم يهتم بالفاول شوتنج لان احنا بنضيع كتير جدا من الفاول شوتنج. ويبقى في سرعه في الهجوم شويه، وما يبقاش علينا سكند شوت، لان هم عندهم اكتر من لاعب بيخشوا زي دياستي وجاز وده، وفي اكتر من لاعب تاني اخوان عزب الاثنين شوتر يعني ومهند، ففي ناس لازم يتعمل لها حساب، ولازم احنا ان نقدر ندخل في الجيم ونفرض سيطرتنا على الجيم، عشان لو فرضت سيطرتك على الجيم هيبقى الجيم سهل اسهل ان شاء الله. كابتن طاهر، يمكن المباراه صعبه كمان لان كابتن اشرف توفيق كان ماسك سموحه من سنتين. يمكن كابتن ايمن المطران مدير الفني للفريق سموحه كان المساعد، فيمكن هم حافظين شغل بعض بشكل كبير، في المباراه صعبه. توقعاتك ليه يا كابتن؟ انا متوقع ان المباراه دي ان شاء الله باذن الله هتكون للاهلي باكثر من 10 بونت. يعني ده اعتقادي من كل المعطيات اللي قدامنا، وزي ما قلنا بس يعني ايه نهتم نمره واحد بالديفنس. ديفنس يمكن انت عارف الباسكت بحب الديفنس كنت طول عمرك. يعني مساله ان اي مكسب في كره السله اساسه الدفاع، اساسه الدفاع. دفاع نمره 2 الريباوند، انت استحوذت على السلتين كسبت الماتش خلاص. بالظبط. وخليني برضو زي ما حضرتك شايف في الصوره يا كابتن، ده خلاص التايم اوت النهائي او يمكن المحاضره النهائيه اللي بعديها الكوتش اشرف توفيق بيبلغ طبعا الخمسه اللي هيبتدوا الماتش. شايفين الجمال اهو يا كابتن واقف، شايفين عمر طارق، شايفين عمرو الجندي في وشنا. هو رجوع الجمال برضو مكسب النهارده، رجوع الجمال مكسب طبعا، خبره كبيره ولعيب يعني مع فضيله يا كابتن واقف يعني، وشايفين احمد حمدي يعني الحمد لله ده الشكل اللي احنا كنا معتادين عليه. وانا اعتقد ان كمان يا كابتن هيثم ان مودي الجرحي الموسم ده عامل موسم كويس، ويعني من احسن المواسم اللي انا شفتها له. بس خلي بالك كابتن، مودي الجرحي في نقطه يعني، يعني في بعض المنتقدين او بيحصل انتقادات ليه انه ما بيحطش سكور، بس انا عايز اقول حاجه، ما هو صانع اللعب بالظبط. لا يعني هيحط سكور مع عمرو الجندي وهاب امين وعمر طارق واليكس ازاي؟ ما هو هو دوره يبقى مش يعني انا يوزع. يوزع. يعني انا قصدي اقول ان هو لو وزع لي مع الاربعه اربعه كل واحد يقدر يحط اباف ال 25 بوينتس في الجيم، فده في حد ذاته يعني كافي جدا زي اليكس. عشان في الاوفنس بيبقى فعال جدا، فالدفاع بيتاثر على الدفاع بتاعه، ما يقدرش يؤدي الوظيفتين في وقت واحد طبعا. صحيح. بالكفاءه بالظبط يعني، فهو كل واحد بيقوم بالدور اللي هو شايفه. شايفين سيف سمير اهو خلاص ان شاء الله في ارض الملعب، واليكس يانج كمان في ارض الملعب، مودي الجرحي تقريبا. سيف لازم يشد حيله، سيف من احسن الخمسات اللي موجوده في مصر، وده رايي كده وانا مصمم على كده، ووراه ان شاء الله وهتبقى كده. لان هو من افضل اللعيبه اللي لعبت مركز. عندنا اثنين عمر طارق وسيف، الاثنين في المركز امانه تقال جدا جدا يعني، نقدر بيهم تحت الحلقه. عمر خلاص كده كابتن يعني، خلاص احنا في ارض الملعب، احنا كده تمام. خلينا نروح لاستاذن الكباتن طبعا الكبار اللي معايا، نروح لارض الملعب صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، ومعلقنا الكابتن عصام منيس لنقل احداث الفتره الاولى في مباراه كره السله الاهلي وسموحه في دوري السوبر. فإلى هناك عايز تقعد هنا؟